السلام تو الموند ميزون يزور ان شاء الله تكونوا كاع بيان في الناس بلوكس فيديو جديد. انا وكاله كنديه للتوظيف الدولي اجونس دو ريكروتمون انترناسيونال مسؤوله عن استقبال ادماج هجره وتوظيف عمال اجانب للعمل لشركات بمقاطعه كوبيك. الشرح كامل على هذا الموضوع في الموقع الرسمي لهذه الوكاله الكنديه. مشاهده مفيده للجميع. هذا هو الموقع الرسمي لهذه الوكالة. هذه هي الصفحة الرسمية باللغة الفرنسية كما تشاهدون. هذا هو اسم هذه الوكالة، تساعد في التوظيف الدولي. حافظة الوكالة الدولية كيبك في قلب مشروعنا. لديها أقسام التوظيف الدولي كجزء من عملية موثوقة. هنا أيضا تساعد في عملية الهجرة، أيضا في عملية الاندماج للقادمين الجدد إلى كوبيك. هنا أيضا سوف تقومون بتمرين تدريب وتحضير لجميع المرشحين من طرف هذه الوكالة، مثلا ندوات عبر الانترنت، وثائق، متابعة شخصية. هذه الوكالة تبحث عن المواهب، الشركات العاملة في المنطقة تبحث عن عمال أجانب. هنا لدينا الوافدين الجدد الراغبين في الاستقرار في مقاطعة طلاب المرشح الأجانب الراغبين في العمل في كوبيك. هنا سوف أشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم إلى عروض والوظائف الموجودة في هذه الوكالة بعد قليل. هنا لدينا وظيفة الشهر لحام، يمكنكم أيضا التقديم إليها. هنا لديها قطاعات، نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركات التي تغطي العديد من قطاعات النشاط. هنا الصناعة، الحدادة، صناعة الفولاذ، الزراعة الغذائية، الإطارات، الغابات، النقل واللوجستيك، الصحة والطب، الموارد البشرية، الميكانيك، الخدمات. هذه هي القطاعات. سأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم لوظائف هذه الوكالة. سوف نضغط على مشاهدة العروض. عروض عملنا: انضم إلينا واحدث ثورة في سوق العمل، اغتنم الفرصة لتطوير مهاراتك الدولية وعيش تجربة مثيرة في قلب كوبيك. هنا هذه هي الوظائف، لدينا سائق لدينا 10 وظائف، ميكانيك لدينا 5 وظائف، مصمم صناعي لدينا وظيفتين، ميكانيكي دراجة نارية أيضا، مشغل أو عامل. هذه هي جميع الوظائف التابعة لهذه الوكالة. سأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم إلى إحدى هذه الوظائف. مثلا نختار سائق لافال كندا. هل تبحث عن وظيفة دائمة في شركة متنامية؟ هل أنت مذيع خبرة في تشغيل رافعات شوكي وتبحث عن الاستقرار الوظيفي في شركة كبيرة في كوبيك؟ لدينا صاحب العمل المناسب لك. هنا وصف الوظيفة، أداء جميع الواجبات الأخرى المتعلقة بالمنصب، تشغيل آلة لنقل بضائع بأمان، استخدام مسخ ضوئي لضمان المخزون في الوقت الفعلي. هنا وصف للوظيفة. هنا لدينا الفوائد، الوقاية المستخصصة لمواجهة الوباء لجميع المواقف، آلة جديدة في طريقة التكنولوجيا، دخول سريع إلى الموضع وفقا لتوافرك، يتم تقديم تدريب تنشيطي وإعادة التأهيل عند الدخول إلى المنصب من قبل المدربين المعتمدين لدينا، فرص التقدم والترويج داخل الشركة، العمل الإضافي متاح حسب اختيار الموظف، النقل من الباب إلى الباب متاح، قسط المناوب المفيدة لأمسيات أو ليالي أو عطلات نهاية الأسبوع، دفع في الأسبوع. هنا المتطلبات: خبرة تقل عن سنة واحدة كسائق قائم أو جالس، خبرة في مركز توزيع أو مستودع، حيازة بطاقة سائق يطلب نسخة منها، أيضا البيرمي بطاقة السياقة. هنا طريقة التسجيل والتقديم إلى هذه الوظيفة، سنضغط على للتقديم. هنا التقديم باللغة الفرنسية، الشرح فقط في الترجمة. هنا استبيان ما قبل الاختيار سائق، معلومات عامة، سوف تكتب الاسم واللقب الخاص بك كما يظهر في جواز سفرك، تاريخ الميلاد، بلد الإقامة مثلا الجزائر، تونس، المغرب أو أي دولة أخرى، الحالة الاجتماعية، عازب، متزوج، شريك قانوني، مطلق، مثلا أخطر عازب،
هل لديك أطفال معيلين؟ هنا اخترت عازب، إذا لا أملك أطفال. إذا اخترت متزوج، تجيبون على هذا السؤال بنعم. هل زرت كندا من قبل؟ هنا تختار الإجابة، مثلا أنا لم أزور كندا، أختار لا. هل لديك بالفعل تأشيرة صريحة ومرفوضة لكندا، مثلا دراسات، سياحة، عمل؟ مثلا سجلت في موقع برنامج آريما، هنا أختار الإجابة لا. هل سبق لك أن تم القبض عليك أو اتهمت أو الدين بارتكاب جريمة جنائية في أي بلد أو إقليم؟ هنا أختار لا. إذ تم اختيارك في أي تاريخ ترغب في الانتقال إلى كندا؟ هنا تختار تاريخ الذهاب إلى كندا، مثلا أختار 20 ديسمبر 2023. هنا تاريخ انتهاء برضو جواز سفرك. هنا أخبرنا عن نفسك وصف قصير بحد أقصى 50 كلمة تصف نفسك في هذه الخانة. هنا المسمى الوظيفي، أختار الوظيفة، أختار مهن أخرى. هنا المهن الأخرى يرجى التحديد، مثلا أختار سائق. هل لديك خبرة ذات صلة في مجال آخر؟ إذا كانت الإجابة بنعم فقم بوصف ذلك. هنا تصف إذا كان لديك خبرة في مجال آخر، مثلا الميكانيك أو أي وظيفة أخرى. هنا معلومات الاتصال، تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك، رقم الهاتف مع فهرس الدولة، مثلا الجزائر +213 هو رقم الهاتف. هنا لينكدين، الفيسبوك، الموقع، موقع انترنت، إذا لديك موقع هنا اختياري. فقد تملؤون الخانة ذات النجمة فهي إجبارية. هنا مستوى التعليم، مثلا تدريب مهني، بكالوريا، مثلا بكالوريا BTS، مثلا بكالوريا، بكالوريا جزء، بكالوريا 4 سنوات ماجستير، بكالوريا 5 سنوات ماجستير في إدارة الأعمال، بكالوريا 8 سنوات دكتوراه، أو تختارون آخر. مثلا أختار بكالوريا 4 سنوات ماجستير برضو. فضل أحد إن كنت اخترت غير ذلك. هنا تحت تحدد، مثلا إذ اخترت هنا آخر تحدد هنا المستوى التعليمي. هنا أنا اخترت بكالوريا. هنا اسم المؤسسة، هذه هي مؤسستك الحالية. المجال، هنا مجال عملك، تلحام إلكترونيات، تمريض، إدارة، مثلا أنا اختار سائق. هنا المدينة والبلد، مثلا الجزائر. تاريخ بدء التدريب، تاريخ نهاية التدريب. يرجى تحميل الدبلومات الشهادة الخاصة بك ليفيشي، هنا إجباري. لدينا نجمة، يمكنك إضافة أي وثائق. هنا الكفاءات المهنية، إذا لديك كفاءات في هذه المهن، مايكروسوفت، مثل قراءة الخطة، الإدارة، التلاعب، تكتب هنا الخبرة وأيضا الكفاءات كما تشاهدون. تجارب مهنية، الوظيفة، مثلا تكتب لديك خبرة في السياحة كمثال. هنا الشركة التي عملت فيها، المدينة، البلد، مثلا أختار الجزائر. هنا إذا كنت ما زلت تعمل في هذه الوظيفة تختار هذه الخانة. هنا بداية العمل حتى نهاية العمل. الوصف، صف دورك وإنجازاتك الرئيسية. هنا تصف المهام التي تقوم بها في هذه الوظيفة. هنا يرجى تحميل شهادة العمل الخاصة بك إن وجدت طلبة الحكومة. هنا إذا قمت بوظائف أخرى تذكرها أيضا. هنا لدينا قائمة المهارات، المهارات التي تتقنها، مثلا كفاءة، مثلا الإبداع، الوعي، المصداقية. هنا المهارات الفرنسية، فقط هنا للتواصل في مكان العمل، مثلا الكتابة، القراءة، التحدث، السمح. مهارة اللغة الإنجليزية أيضا، مثلا القراءة والسمح. أضيف شهادات إذ لزم الأمر. هنا إذا لديك اختبار لشهادة اللغة الفرنسية، مثلا TCF TUF كندا، أو اختبار اللغة الإنجليزية ULTS، يمكنك تحميل الاختبار من هذه الخانة. شوازير أنفيشي، هنا ليست إجبارية كما تشاهدون، لا توجد فيها نجمة. هنا سوف تقوم بتحميل سيرة ذاتية فرنسية بالمواصفات الكندية. ولتسهل الأمر عليكم سأترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية، تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. وفي الأخير بعد ملء هذا الاستبيان ستضغط على يقدم، إرسال الطلب الخاص بك إلى هذه الوكالة، وتنتظر الرد عبر الإيميل الخاص بك. هنا يشرحون أنه سيتم فقط دراسة الطلبات الكاملة،
وأيضا في حالة القبول سوف تقومون بإجراء مقابلة. إذا هذه هي طريقة التقديم إلى هذه الوظيفة. إذا اختاروا الوظيفة المناسبة لكم حسب التخصص والبروفايل الخاص بكم وقدموا إليها. هنا فقط في حالة مثلا لم تجدوا الوظيفة الخاصة بكم سوف تقومون بإرسال تطبيق تلقائي. إذا لم تعرض قاعدة بيان عروض العمل الخاصة بنا أي نتائج أثناء عملية البحث فلديك أيضا خيار إرساء طلبك غير المرغوب فيه إلينا. بعد التحقق سيتم إرساله إلى الشركة التي تطبق ملفك الشخصي. سوف نضغط هنا. دائما التقديم باللغة الفرنسية. كانديداتور سبونتاني. تطبيق تلقائي. هنا سنضغط للتقديم. نفس الطريقة سوف تملأون هذا الاستبيان. فقط سوف تضيفون الوظيفة التي تريدون العمل بها وسوف تتواصل معكم الشركة في هذه الخانة مثلا تختار الوظيفة التي تريد العمل فيها. إذا لم تجد هنا الوظيفة تختار مهن أخرى وتكتب اسم الوظيفة هنا مثلا ممرضة كمثال وسوف تنتظر الرد من طرف هذه الوكالة. في حالة وجدت لك وظيفة مناسبة في إحدى الشركات في مقاطعة كيبك سوف تتواصل معك. هنا أيضا لديكم إيميل هذه الوكالة وأيضا رقم الهاتف الخاص بها يمكنكم التواصل معها للحصول على معلومات أكثر. أتمنى أنكم استفدتم من شرح فرصة موضوع فيديو اليوم. أخوتي من تنسوا ديرونا لايك بارتاج اشتراك في قناة فيرنس بلوكس. شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.